السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب يومكم أعزائي الطلبة. سوف نبدأ شرح من دروس الجغرافيا الطبيعية الجامعتين 11. الدرس هو الرطوبة، التكاثف، التساقط. الدرس 16. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يتعرف على أنواع الرطوبة في العالم. 2. يشرح مفهوم نواة التكاثف. 3. يقارن بين أشكال التساقط في العالم. 4. يقرأ الصور والنصوص المتعلقة بالتكاثف والرطوبة وأن يحللها. مقدمة: الماء من مكونات الغلاف الجوي الأساسية، ويعبر عنه بالرطوبة الجوية التي تأخذ شكلاً مرئياً عندما تصبح غيوماً أو ضباباً، أو عندما تتساقط على الأرض على شكل أمطاراً أو ثلوجاً. فما هي الرطوبة؟ وما هي نواة التكاثف؟ وما هي أنواع التساقط؟ النشاط الأول: أنواع الرطوبة. من خلال المستند الأول اقرأ المستند ثم أجب على الأسئلة التالية: 1. عرف الرطوبة النسبية. 2. متى يعتبر الهواء شديد الجفاف وشديد الرطوبة؟ الإجابة: الرطوبة هي بخار الماء الموجود في الهواء. يعتبر الهواء شديد الجفاف إذا كانت رطوبته بين 0 إلى 50%. يعتبر الهواء شديد الرطوبة إذا كانت رطوبته بين 80 إلى 100%. يعبر عن كمية بخار الماء الموجود في الهواء في مكان وزمان معينين بالجرام في المتر المكعب من الهواء، وهذه الكمية هي الرطوبة المطلقة للهواء. سوف نتعرف على الرطوبة النسبية ورطوبة الإشباع. الرطوبة النسبية إن معرفة الخصائص المائية للهواء تتطلب مقارنة بين رطوبته المطلقة برطوبة الإشباع عنده، وهذا ما نسميه بالرطوبة النسبية. القانون الرطوبة النسبية يساوي الرطوبة المطلقة قسمة رطوبة الإشباع ضرب 100. مثال: كيف نستخرج الرطوبة نسبة الرطوبة النسبية؟ الرطوبة المطلقة لهواء منطقة معينة 4.8 جرام متر مكعب، وهو على درجة حرارة 0، وتبلغ رطوبة الإشباع عنده وهو على هذه الدرجة 4.8، فتكون رطوبته النسبية 100%. كيف تحسب؟ نطبق القانون: الرطوبة النسبية تساوي الرطوبة المطلقة قسمة رطوبة الإشباع ضرب 100. لدينا 4.8 قسمة 4.8 يساوي 1، ويضرب الحاصل ب100 لتلافي الفواصل في النتائج. الاستنتاج: في المثال الأول نقول عن الهواء أنه رطب جداً. رطوبة الإشباع تتغير الكمية القصوى من بخار الماء التي يمكن للهواء أن يحملها بحسب تغير حرارة الهواء، فبقدر ما ترتفع حرارة الهواء تكبر قدرته على حمل كميات من بخار الماء العالقة فيه. عندما تصل حمولة الهواء من بخار الماء إلى حدها الأقصى
يكون الهواء قد تشبع من بخار الماء، ونسمي هذه الحالة بالكمية القصوى من رطوبة الإشباع. مثال: عندما تكون حرارة الهواء 20 درجة تكون رطوبة الإشباع 1 جرام متر مكعب، وعندما تكون درجة الحرارة 0 تكون رطوبة الإشباع عنده 4.8 جرام متر مكعب. الاستنتاج: عندما تكون حرارة الهواء 20 درجة تكون رطوبة الإشباع عند 1 جرام متر مكعب، وعندما تكون درجة حرارة 0 تكون رطوبة الإشباع عنده 4.8 جرام متر مكعب. الاستنتاج: رطوبة الإشباع في الهواء القطبي البارد أقل بكثير من رطوبة الإشباع في الهواء المداري الحار، لذلك تكون كميات الأمطار في المناطق الباردة أقل بكثير من كميات الأمطار في المناطق الحارة. النشاط الثاني: مفهوم التكاثف. من خلال المستند الأول للتكاثف في المناطق الاستوائية، تأملي المستند أو الصورة، ثم أجب عن السؤال التالي: وضح كيف تحدث عملية التكاثف في المناطق الاستوائية. الإجابة: يحدث التكاثف عندما تتدنى حرارة الهواء الرطب تدنياً يبلغ برطوبته حد الإشباع، فيشكل الضباب أو الغيوم. سوف نتعرف الآن عن المقصود بنواة التكاثف. ما هو المقصود بنواة التكاثف؟ يصل الهواء النظيف أحياناً إلى درجة الإشباع من دون الوصول إلى التكاثف، وإن الهواء العكر الذي يحتوي على مجموعة كبيرة من الأجسام يتكاثف بشكل مباشر بعد وصوله إلى درجة الإشباع. ما هي شروط التكاثف أو حدوث التكاثف؟ الخطوات التالية: 1- يوجد في الهواء نواة تتألف من غبار، أيونات، بلورات صغيرة من الجليد والأملاح. 2- يتجمع بخار الماء حول هذه النواة في الجو، ويشكل قطرات صغيرة يتراوح قطر الواحد منها 4 إلى 20 ميكرون، وبذلك تسمى بنواة التكاثف. 3- تتألف الغيوم من نواة التكاثف وتشكل لنا الغيوم بمختلف أحجامها. 1 قياس الميكرون هي أصغر من المليمتر، حيث أن 1 مليمتر يساوي 1000 ميكرون. النشاط الثالث: لدينا هنا أشكال التساقط: المطر التضاريسي في الصورة الأولى، المطر الإعصاري في الصورة الثانية، المطر الحملي في الصورة الثالثة. اقرأ الصور ثم أجب عن السؤال التالي: 1- قارن بين أشكال التساقط الثلاثة ووضح كيفية تكونها. الإجابة: الصورة الأولى تبين المطر التضاريسي، هي الأمطار التي تسقط في أعلى الجبال في السفوح المواجهة للهواء. أما المطر الإعصاري هي الأمطار التي تسقط بسبب تلاقي هواء حار وهواء رطب. المطر الحملي هي الأمطار التي تسقط بسبب سخونة هواء رطب تعرض لحرارة شديدة
فيرتفع إلى الأعلى ويتكاثف. من أشكال التساقط لدينا أربعة أشكال، ألا وهي الضباب والندى، المطر الإعصاري، المطر الحملي، المطر التضاريسي. طريقة حدوث الضباب والندى: الضباب مع مرور النسيم في الليل فوق اليابس البارد تتدنى حرارة الهواء، وعندما يصل إلى حرارة نقطة الندى يتكاثف بخاره أعلى شكل على شكل ضباب، سرعان ما يندثر مع عودة أشعة الشمس في الصباح. أما في حالة الركود، أي لا يوجد نسيم ليل فوق اليابس وغياب النسيم ليلا، فإن جزءا من هذا الضباب يتساقط، تتساقط قطرات صغيرة من الندى على الأسطح الباردة مثل الأوراق والأسطح الزجاجية. المطر الإعصاري عندما يصطدم هواء حار ورطب بهواء بارد فإنهما لا يمتزجان، بل ينزلق الهواء البارد تحت الهواء الحار الأقل وزنا، فيرتفع الهواء الحار نحو الأعلى فتتشكل الغيوم الكثيفة. وهذا النوع من التكاثف يحدث خاصة في المناطق المعتدلة، فينتج عنه أمطار غزيرة أو كثيفة تعرف بأمطار الأعاصير. المطر الحملي عندما يسخن الهواء هواء رطب من جراء الحرارة الشديدة يخف وزنه فيرتفع نحو الأعلى، ومع الارتفاع يبرد ثم يتكاثف هذا البخار. المطر التضاريسي لدى اصطدام الهواء الرطب بتضاريس يندفع إلى الأعلى فتزداد برودته، فيتكاثف بخار هذا الهواء فيتساقط أمطاراً غزيرة على السفوح المواجهة للهواء، كما هو الحال في جبال الهملايا وجبال الألب والأطلس وبلاد الشام. أما في الجهة الأخرى من التضاريس فيهبط الهواء وترتفع حرارته وتقل أمطاره، لذلك أن الهواء يكون قد أفرغ حمولته البخارية على سفوح المواجهة له، ولأن الهواء ترتفع حرارته من جراء هبوطه نسمي هذه السفوح بظل المطر، فتنتشر غالباً الصحاري بفعل جفاف الرياح، وهو الحال ذاته بالنسبة لصحاري أريزونا وباتاغونيا وجوبي وبادية الشام. انتهى الدرس، وشكراً لكم للإصغاء.